السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا ومسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب، ويا مرحبا بك سعود. الله يحييك يا أخوي محمد، الله يرحبك وحياكم الله مشاهدينا في حلقة الليلة. نتابع مع بعض مواضيع مهمة ومشوقة مع ضيوف مميزين، إلى جانب مواكبة أبرز الأحداث والفعاليات اليومية. وفي أبرز عناوين حلقتنا اليوم: سمو أمير البلاد المفدى يفتتح دور الانعقاد 46 لمجلس الشورى. سمو الأمير المفدى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس وزراء إثيوبيا. فعاليات مسرحية طلابية تنظمها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني. في البداية تفضل حضرة صاحب السمو والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم. بالفعل يا سعود، وأكد سموه أن دول الحصار بنت حملتها على ادعاءات وأكاذيب، وتسرعت في اتخاذ قرارات لم تنطلي على الكثير من الدول، مشيرا إلى أن الحصار لن يكون فيه غالب ومغلوب، ودول الحصار تستنزف ثرواتها من أجل تشويه سمعة قطر. وجدد التأكيد على استعداد قطر للتسويات في إطار الحوار القائم دائما على الاحترام المتبادل للسيادة. يأتي لقاءنا السنوي الذي نتطلع إليه لنقيم أعمال سنة المضت ونستشرف آفاق المستقبل لمسيرتنا التنموية التي بحمد الله تسير بخطى واثقة نحو تحقيق غاياتنا الوطنية. وقد تعرضت قطر كما تعلمون لحصار جائر أهدرت خلال ممارساته كل القيم والأعراف المعمولة بها، ليس بين الدول الشقيقة أو الصديقة فحسب، بل حتى بين الأعداء. وكان واضحا من طبيعة الخطوات التي اتخذت والسلوك والخطاب الذين رافقاها أن هدفها ليس التوصل إلى حل أو تسوية. لن أسهب في شرح تداعيات الخطوات التي اتخذت، فقد نوقشت في كل مجلس وبيت، سيما وأن دول الحصار لم تترك شيئا إلا ومست به الأعراف والقيم وصلاة الرحم والأملاك والمصالح الخاصة، وأثارت بذلك استهجانا ونفور الرأي العام الخليجي والعربي والعالمي. لقد بنت حملتها على الافتراءات منذ أن قرصنت وكالة الأنباء القطرية، وتدفعها حملتها الدعائية إلى التورط بالمزيد من الكذب الذي يسيء لها وحدها. وكما تعلمون اتبعت قطر سياسة ضبط النفس والاعتدال في الرد والتسامي فوق المهاترات والإسفاف، وذلك احتراما لقيمنا وعرافنا وحرصنا على العلاقات الأخوية بين شعوب الخليج. وقد كسب نهج قطر السياسي ودبلوماسيتها احترام العالم يجمع. ويبدو أن الدول التي فرضت الحصار على قطر تورطت فيه، إذ أصبحت أسيرة خطابها الإعلامي، فلم تنجح المحاولات لمنحها مخرجا منه بالوساطات والحوار واستعدادنا المعلن للتسويات وغيرها. وكما يبدو أصبح هذا نهجا لديها، فقد تسرعت في اتخاذ خطوات في بلدان أخرى أيضا من دون استراتيجية للخروج مما تقحم نفسها فيه. لم تنطلي الافتراءات على دولة قطر بدعم تمويل الإرهاب على المجتمع الدولي، خصوصا الدول الكبرى والدول الفاعلة في هذا المجال. والمفارقة أن علاقاتنا الحسنة أصلا مع هذه الدول أصبحت أفضل مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة. وسجل دولة قطر في مكافحة الإرهاب معروفا وموثق، فقد انضمت قطر إلى المعاهدات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب لسنة 1999، كما ساهمت في كل جهد دولي وإقليمي في هذا السبيل، ووقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مفصلة مع الإدارة الأمريكية حول مكافحة الإرهاب وتمويله. لقد طالب العديد من المسؤولين إلى جانب دول الحصار بتقديم الدليل على مزاعمها،
وتعلمون جميعا أنها لم تقدم شيئا لأنه ليس لديها ما تقدمه، وهي تعلم وكل من يزورها من السياسيين يعلم أنه لا علاقة لحملتها على قطر بموضوع الإرهاب. الأخوة والأخوات، تعودنا هنا في قطر على الصراحة بين القيادة والشعب كما في الأسرة الواحدة، وأنا أخاطبكم بكل وضوح، إننا نقصد ما نقوله حين نعرب عن استعدادنا للتسويات في إطار الحوار القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة، ولكننا من ناحية أخرى ندرك أن المؤشرات التي تردنا تفيد أن دول الحصار لا تريد التوصل إلى حل. لقد افتتحت هذه الدول في سلوكها مرحلة جديدة في العلاقات بين دول الخليج، وقد استفدنا من هذه التجربة، إذ أخرجت أفضل ما في هذا الشعب من الكفاءات وروح التحدي، وأسهمت في بلورة هويته الوطنية، وعززت تلاحم الشعب والقيادة. وحكومتنا تعلم أن ما قلناها حول المجتمع المنتج والاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والأمن الوطني وإقامة علاقات ثنائية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة بين قطر والدول الأخرى هي مهمات للتنفيذ لا تحتمل التأجيل. تريد دول الحصار إشغالنا في الجبهات التي تفتحها ضد قطر في كل مكان بحيث تتعطل سياساتنا الداخلية والخارجية، ولكن هذا لن يكون، فنحن نواصل سياساتنا الخارجية الإيجابية الفاعلة وتلبية التزاماتنا الإنسانية والدولية والتي تسهم أيضاً في الدفاع عن شعبنا وبلادنا. وعلينا أن نواصل داخلياً العمل والإنتاج بهمة أكبر في ظل المعطيات الجديدة، ولا أحتاج إلى تذكيركم بعدد الدول المزدهرة بمعابر بحرية وجوية ومن دون معابر برية. والمجتمع القطري يعرف كيف يعيش حياته ويزدهر ويتطور سواء أطال الحصار أم قصر. نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول لنا، فنحن بألف خير من دونها، ولكن اليقظة مطلوبة، فمزاعمها أنها تكتفي بالمقاطعة ليست صحيحة، إذ أنها تواصل تدخلها في شؤون بلادنا الداخلية واتخاذ خطوات عقابية جماعية ضد الشعب القطري وتحريضها على دولة قطر في كل مكان، وهي تستنزف بذلك طاقتها وتهدر أموال شعوبها، مع أن هذه الجهود تضر بها هي ذاتها. فلن يكون في هذا الخلاف غالب ومغلوب، وسوف يلحق استمراره الضرر بسمعة دول مجلس التعاون ومصالح دوله جميعا. وفي هذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على كل ما يبذله من جهد في الوساطة بين دولنا الخليجية، وتقديري الخاص لإرادته الصلبة وحكمته وحرصه على مستقبل مجلس التعاون الذي عبر عنه في ندائه التحذيري الأخير يوم 24 أكتوبر لرأب الصدع ووقف التدهور، والذي تجاوبت معه دولة قطر على الفور. كما أتقدم بالشكر إلى الدول التي ساندتنا في موقفنا خلال هذه الأزمة. وفي الشأن الاقتصادي، لفت سمو أمير البلاد المفدى إلى أن نتيجة قوة الاقتصاد القطري تمكننا من مواجهة محاولات النيل من الريال القطري، وأشار سموه إلى أن مخططات دول الحصار ضد قطر وصلت إلى حد العمل على محاولة إفشال استضافة بلادنا لكأس العالم 2022، ولكنها فشلت في ذلك. لقد اتخذنا بطبيعة الحال الإجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلباً، حتى عادت تلك الأمور بحمد الله إلى ما يقارب مستوياتها الطبيعية وعلى أسس أوثق مما كانت عليه. وكما تعلمون، كنا قد انشغلنا قبل الأزمة الحالية في تطويق آثار انخفاض أسعار النفط على خططنا التنموية، إذ شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضاً في عام 2015 بلغ 49%، وانخفاضاً آخر في عام 2016 بلغ 18%. وقد أدى هذا الانخفاض التراكمي كما كان متوقعاً إلى معدلات النمو المتدنية في دول الخليج العربية
كافة بما في ذلك قطر، حيث انخفض نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة من 3.6% في عام 2015 إلى 2.2% في عام 2016. وبالرغم من هذا الانخفاض، فإن دخل الفرد في قطر مقاسم بالقوة الشرائية ما زال من الأعلى في العالم، كما جاء في تقارير المؤسسات العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهذا لا ينبغي بالطبع أن يدفعنا إلى الاعتداد بالنفس، إذ لم يتم الوصول إلى هذا الإنجاز بسهولة، والمحافظة عليه تحتاج إلى جهد مضاعف، فهو ليس معطى مفروغا منه. ومما يدعو إلى الاطمئنان أنه بالرغم من أن الناتج المحلي الهيدروكربوني انخفض بنحو 1%، إلا أن معدل النمو في قطر قد شهد تحسناً، إذ ارتفع الناتج المحلي من المصادر الأخرى بنحو 5.6%. إن اطمئناننا إلى هذا المعدل لا يعني أننا راضون به، إذ أنه أقل من طموحاتنا، وسنعمل جاهدين على تحقيق معدلات النمو الأعلى في المستقبل، والالتزام بتطبيق الخطط الموضوعة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والخدمات سوف يسهم في ذلك. حضرات الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، هدفت الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار على إحداث صدمة سياسية تؤثر على استقرار قطر وتجبرنا على قبول الوصايا والتخلي عن استقلالنا، وقد انتقلوا إلى خطة ثانية ما زالت قائمة وتتلخص بمحاولة الإضرار باقتصادنا، لكنها أخطأ في عدم تقدير إرادة الشعب القطري والدولة وكذلك في حساباتها بشأن اقتصادنا، إذ كانت الآثار الاقتصادية السلبية مؤقتة، استوعب اقتصادنا معظمها بسرعة فائقة وتكيف وطور نفسه من خلال إدارة الأزمة. ولم تؤثر هذه الحملات على صادراتنا الرئيسية من النفط والغاز، بل على العكس، فإن احترامنا لعقودنا لتصدير الغاز حتى لدول تضطلع بدور قيادي في الحملة على بلدنا زاد من ثقة المجتمع الدولي بمصداقيتنا في احترام تعهداتنا، إضافة إلى حرصنا على عدم الإضرار بشعب شقيق. وتتواصل الجهود التي بذلت في الأعوام السابقة لتحقيق رؤية قطر الوطنية، واستمرارا للجهود المبذولة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تم تطوير منطقة صناعية مزودة بأحدث الخدمات والمرافق الأساسية، وبناء منشآت صناعية جاهزة للقطاع الخاص، والعمل جار على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحصيل اقتصادنا. ومن هذه المشروعات إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية وطرح عدد من مشروعات الأمن الغذائي. وأولت الدولة اهتماما خاصا بالأمن المائي، إذ أنشأت محطات تحلية جديدة وخزانات عملاقة لتخزين المياه الصالحة للشرب، تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وسوف يتم تدشين أول مراحلها خلال النصف الأول من العام القادم. ونتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات بالسرعة والكفاءات المطلوبين، تمكنت السلطات النقدية بالتعاون مع السلطات المالية والجهاز المصرفي والمالي من مواجهة محاولات النيل من الريال القطري وإحباطها، والمحافظة على الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف وحرية التحويلات المالية. وكما تعلمون، تم أخيراً افتتاح وتدشين ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر وأحدث الموانئ في الشرق الأوسط، وعقد العديد من الاتفاقيات مع خطوط النقل البحري الهامة لربط هذا الميناء بمرافق دولية في تركيا والصين وتايوان وعمان وباكستان وسنغافورة وكويت وأستراليا. تحققت هذه الإنجازات على الرغم من بذل دول الحصار جهود متواصلة لتعطيلها وعرقلتها بوسائل متعددة، بدءا من إجراءات الحصار نفسه، مرورا بالضغط على الدول الأخرى، وحتى نشر الشائعات والافتراءات والعمل ضد استضافة قطر كأس العالم عام 2022. حضرات الأخوة والأخوات، من منطلق إدراكنا بوجود وضع جديد لابد من التعامل معه، فإن استراتيجيتنا في مجال تحصيل الاقتصاد الوطني يجب أن ترتكز على ما يلي:
أولاً الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار وتغليل البيروقراطية وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد والدولة. ثانياً الانتهاء من مشاريع الأمن الغذائي والمائي خلال مدد زمنية محددة وتطوير صناعات وخدمات جديدة ضرورية لمجابهة أي طارئ وفي تنفيذ الإنشاءات وتلك الضرورية لصناعة النفط والغاز. ثالثاً التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وبناء علاقات ثنائية جديدة. رابعاً استكمال مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها حالياً وكذلك مشاريع كأس العالم 2022 بما يتناسب مع خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر. خامساً تطوير الموانئ البحرية والتوسع في عقد اتفاقيات مع شركات النقل البحري العالمية لربط موانئ قطر مباشرة بالموانئ العالمية وتعزيز قدرات شركة الطيران القطرية في الشحن ونقل الركاب. سادساً الإسراع في تنفيذ استراتيجية السياحية بموجب جدول زمني. سابعاً تشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له، ولكن على القطاع الخاص أن يدرك أن عليه أيضاً مسؤولية تجاه بلده. وكشف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن الحكومة تقوم حالياً بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية للأزمة، كما تحدث عن وضع خطة لتطوير الجهاز القضائي في الدولة. تقوم الحكومة حالياً بالإعداد لانتخاب مجلس الشورى بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة. فثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها ابتداء لكي تكون انتخاب مجلس الشورى منصفة، وسوف تعرض على مجلسكم الموقر خلال العام القادم. وإدراكاً لأهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، فقد وجهت بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة لدينا بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وعدم إطالة أمد التقاضي، إذ أن العدالة البطيئة كما يقال نوعاً من الظلم. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات جديدة لها في أنحاء مختلفة في الدولة. وستعرض الحكومة على مجلسك الموقر في وقت قريب مشروعات القوانين التي أعدت لتحقيق هذه الغاية. هذا واستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السابقين، ورحب سمو الأمير بهم منوها بعطائهم وجهودهم المقدرة في خدمة الوطن طوال فترة عضويتهم في المجلس، كما أثنى سموه على مساهمتهم في أعمال المجلس ومناقشته. وحضر المقابلة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. وفي شأن آخر أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمرا أميريا بتعيين كل من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظ كل منهما بمنصبه. وأمام حضرة صاحب السمو أدى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح اليوم. وحضر أداء اليمين سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. من جهة أخرى عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري. وفي بداية الجلسة رحب سمو الأمير المفدى بدولة رئيس الوزراء الأثيوبي متطلعا سموه إلى أن تسهم في هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكبر. من جانبها أعرب دولة رئيس الوزراء الأثيوبي عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على دعوته لزيارة دولة قطر متمنيا أن تثمر هذه الزيارة المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية تقف مع مبادئها وتقف مع دولة قطر في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وأفريقيا. وخلال الجلسة استعرض سمو الأمير ودولة رئيس الوزراء علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خصوصا في مجالات الاقتصاد والسياحة والاستثمار، كما بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وخاصة تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. وكان دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية. مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير لنتابع بعده. قراءة في خطاب سمو الأمير مع الأستاذ جابر الحرمي. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونبقى في أجواء كلمة حضرة صاحب السمو والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي 46 لمجلس الشورى. ويسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي السيد جابر الحرمي. يا مرحبا وسهلا فيك وشرفنا. يا هلا أخوي، وشرف لي وسعيدنا أتواجد معكم في هذه المناسبة التاريخية. حن أسعد. والخطاب اللي بنتكلم عنه اليوم، قبل الهوى كنت أقول لك وجبة دسمة، وهو بالفعل وجبة توضع على طاولة أي برنامج إذاعي ويستلم منها أي مواضيع، لكن خلنا نبدأ من موضوع القرار اللي اتخذ بشأن الانتخابات لمجلس الشورى. إيش أهمية قرار مثل هذا في هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حقيقة نهنئ الأخوة الأعضاء مجلس الشورى الجدد والذين جدد لهم، وأمامهم حقيقة ملفات يعني ثقيلة في هذه الدورة، ملفات داخلية وخارجية، وهم بالتأكيد أهل لهذه المهمة وهذا وأهل لهذه الثقة، ثقة سمو الأمير. وأيضا الشكر والتقدير للأخوة الأعضاء الذين ساهموا طوال السنوات الماضية في إنجاز العديد من التشريعات، العديد من القوانين، ساهموا مساهمة فاعلة، وبالتأكيد دورهم لن ينتهي بخروجهم من المجلس. اليوم الخطاب في مجمله حقيقة يمثل مرحلة تاريخية مهمة في مسيرة الوطن، خاصة في هذه المرحلة. هذا أول خطاب أمام مجلس الشورى وقطر في ظل حصار جائر وظالم من أشقاء للأسف الشديد. احتوى الخطاب حقيقة على مراحل تاريخية، سواء كان فيما يتعلق بخارطة واضحة طريق واستراتيجية للعمل الوطني،
أو في السياسة الخارجية القطرية. ربما واحد من الملامح المهمة التي كشف عنها سمو الأمير فيما يتعلق بقانون الانتخاب والأدوات التشريعية وما يترتب على ذلك من إعداد للمرحلة المقبلة، وهي أتصور أن مرحلة مهمة جدا فيما يتعلق بالانتخاب أو ما يتعلق بالمشاركة الشعبية الحقيقية، وإن كنا حقيقة لم نكن بعيدين عن هذه المشاركة الشعبية. نحن على مدار العقود الماضية في مسيرة مجلس الشورى التلاحم والتواصل سواء كان مع مجلس الشورى أو حتى بين الشعب وبين القيادة. صحيح. أنت سمو الأمير ممكن تلتقي فيه في أي مكان. نعم. سواء كان في المجلس، في 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 الأماكن العامة، في مناسبات أفراح، في مناسبات عزاء، وبالتالي هذا التواصل الحميمي الأسري متواصل دائما بيننا. لكن اليوم متطلبات المرحلة ربما بحاجة إلى أن يكون هناك مشاركة فاعلة من خلال تفعيل أدوات جديدة، أدوات مجلس الشورى، لأن هناك ما أشرت ملفات جديدة، والكفاءات التي دخلت سواء كان في من له تاريخ طويل في المجال الحكومي، هناك من له في القطاع الاقتصادي الاستثماري، الأخوات أيضا وجوه نسائية دخلت في مجلس الشورى لأول مرة، لهم باع طويل حقيقة في سواء كان العمل الاجتماعي في المجمل أو حتى العمل الوطني. لذلك هذه المرحلة، مرحلة قانون الانتخاب وما سوف يترتب عليه، وكما أشار سمو الأمير أن يكون هناك إنصاف حقيقي في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشورى، أتصور أننا سوف يتم تلافي بعض الإشكالات التي ربما وقعت أو تعرضت في دول شقيقة وصديقة، يتم الاستفادة من التجارب الإيجابية والبناء عليها، وتلافي أيضا بعض القصور والسلبيات التي ربما تعرضت وأدت إلى تعثر بعض التجارب في دول شقيق أو تعث أو يعني نوع من العوائق التي حدثت. نعم. لها ممكن بعد أستاذ جابر، ذكر سمو الأمير في خطابه نحن لا نخشى مقاطعة دول الحصار لنا ونحن بألف خير من دونها، ولكن اليقظة مطلوبة. عدة رسائل في هذه الجملة، خصوصا دعوة اليقظة في هذا الخطاب. صحيح. طبعا قطر بدأت مرحلة جديدة. نحن عندما نتحدث عن قطر 5/6/2007 مختلفة تماما عن ما كانت. نعم. 2007 عما كانت قبل هذا التاريخ. نعم، لدينا إرث حضاري، لدينا تاريخ، لدينا إنجازات، لدينا مواقف، لدينا حصيلة ثرية جدا في تاريخ هذا الوطن نفتخر ونعتز بها. لكن ما حدث في 2017 يونيو 5 أتصور أنه تحول جديد، ميلاد جديد لدولة جديدة في مختلف القطاعات. رأينا حقيقة إعادة هيكلة متكاملة لمؤسسات الدولة، مؤسسات القطاع الخاص، حتى ربما فكر المواطن اليوم اختلف تماما عما كان قبله. هذه اليقظة التي تحدث عنها سمو الأمير، نعم نحن اليوم أفضل حالا ولسنا بحاجة إلى الآخرين، بدونهم نحن ولله الحمد نواصل المسير، نواصل الإنجازات. نعم. نواصل المكتسبات. لكن في نفس الوقت اليوم هذه الدول تحاول جاهدة التدخل في شؤوننا الداخلية، تسعى جاهدة للتحريض على المواطن القطري، على المقيم في هذه الدولة، تحاول جاهدة أن تؤلب وأن تشيطن قطر وأن تسعى إلى زعزعة الاستقرار في قطر. يجب اليوم عندما يكون هناك يقظة ليس فقط على الجهاز الرسمي، على مؤسسات الدولة، اليقظة اليوم مطلوبة على كل فرد وكل مواطن وكل مقيم في هذه الدولة. اليوم علينا، يجب أن ننتبه، يجب أن نتحمل المسؤولية التي نحن أهل لها. وسمو الأمير حقيقة وضع ثقته، ثقة تامة في شعب قطر، مواطنين قطر، مقيمين قطر. هذه الالتفاتة والالتفاف الكبير الذي شهدته ربما قطر، الجبهة الداخلية، التماسك الكبير، نريد أن يستمر. اليقظة لا تعني فقط يقظة أمنية أو يقظة عسكرية، إنما أيضا يقظة اقتصادية،
يقظة ثقافية، يقظة تنموية، يقظة الوعي. اليوم لا يجب أن نستكين لثقافة الاستهلاك بالنسبة للمواطن، يجب أن تكون لدينا أهداف تنموية حتى على مستوى الأفراد، أهداف فكرية، كيف يمكن أن يكون الوطن هو الهاجس في حلنا وترحالنا، في تواجدنا، في عملنا، في كل حركة نتحركها، أن يكون الوطن هو الهدف، هو الذي نسعى إلى أن لا يؤتى الوطن من قبلنا في كل موقع نحن متواجدين عليه، إن كان في وظائفنا الحكومية، إن كنا في مهامنا الخارجية، إن كنا في رجال أعمال، مواطنين، كل هذا يجب أن نسعى جاهدين يقضين لهذه المرحلة التي نحن بدأناها وقطر بدأتها، ومسيرة جديدة في عمر هذا الوطن. أنا أستاذ جابر جدا معجب في كيف فسرت كلمة يقظة. فأنا أتصور لو كلنا كمواطنين أخذنا هذه الجمل اللي أنا متأكد أنها بعفوية المحب المواطن الحريص أخذناها صحيح. وطبقناها فعليا، سنسعى كأفراد نحن نكون مجتمع فعلا يرقى لتطلعات القيادة. سيد جابر، مسألة الخطط اللي تحدث عنها سمو الأمير في خطابه، تحدث عن الريال القطري والهجوم عليه، تحدث عن المونديال والهجوم عليه وإلى آخره من الأمور هذه، هذه اللغة اللي وجدت في هذا الخطاب لم يعني تبتعد عن لغة الدعوة إلى الحوار في النهاية. أيضا ذيل هذا الخطاب بدعوة إلى الحوار، مهما كان ومهما صحيح. كشفنا أن عندكم مشاكل لازلنا ندعو إلى الحوار صحيح. ما هي الرسالة التي تود أو يود الخطاب هذا أن يرسلها إلى 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 دول الحصار، وهل يتوقع منهم أن يسمعوا هذا الخطاب؟ أيادي قطر، أيادي قيادة قطر ممدودة وستظل كذلك متمسكة بمنظومة مجلس التعاون الخليجي، لأن هناك وشائج قربة، هناك صلة أرحام، هناك لا يوجد اليوم بيت في أي دولة خليجية إلا ولديه تواصل، لديه صلة قربة، لا يمكن أن نضرب هذا النسيج الاجتماعي من خلال هذه الأزمة التي للأسف أن دول الحصار سعت جاهدة إلى إقحام المواطنين، وهو أمر لم نكن حقيقة نتمناه. اليوم سمو الأمير أشار إلى أن هذه الأزمة ضربت وكسرت كل الأعراف، كل المحرمات التي عرفت أو عرفها المجتمع الخليجي طوال العقود الماضية، طوال عمر المواطن أبن عن جد، لم يسبق أن وصل الهجوم والإسفاف والمهاترات والطعن والأعراض إلى ما وصلنا إليه اليوم. نعم كانت تحدث خلافات سياسية، تحدث خلافات بين القيادات السياسية، لكن كان في الغالب ودائما يتم حصرها في القاعات، يتم حصرها في الاجتماعات. لا تقبل هذه القيادات أن يتم تنزيل وإسقاط هذه الخلافات إلى الشعوب باستثناء هذه الأزمة التي طعنت حقيقة كل شيء. تم الإساءة إلى رموز قطر، إلى أعراض قطر، إلى مواطني قطر. لم يعني هذه الأزمة لم تبقي شيء إلا وسعت إلى تشويهها، لكن بالرغم من ذلك قطر حرصت على أن تتسامى رغم هذا الجرح الكبير، رغم هذه الإساءات الكبيرة، أن تتسامى عن كل ذلك، وظلت تطلب الحوار وتتمنى، وربما سعت داعمة إلى الموقف الكويتي الكريم لسمو الشيخ صباح الأحمد، حتى في خطابه الأخير الذي أشار إليه سمو الأمير في مجلس الأمة عندما بادرت قطر بالاستجابة له، وعدم الحرص والتأكيد مجددا عدم الإساءة إلى أي رمز خليجي أو إلى أي شعب خليجي، لأن في نهاية الأمر مهما حدث سنظل أخوة وسنظل أشقاء رغم كل ما تلقته قطر من إساءات. سوف نظل، قطر لن تغلق الباب أمام أشقائها، سوف طاولة الحوار بالتأكيد مهما حدث سوف يكون هي الخيار، أو سوف تكون هي الخيار الأخير للجلوس وإيجاد حل لهذه الأزمة. كل الأزمات في نهاية الأمر تعود إلى حوار، تعود إلى حوار. نعم. لا يمكن، وقطر ربما منذ اليوم الأول أكدت أن باب الحوار هي أو هو اللغة التي يجب أن ننتصر إليها، بعيدا عن هذا التمادي في هذه اللغة وهذا التصعيد المؤسف الذي وجدناه. نحن نتطلع حقيقة أن نسمع يعني إجابة ليس فقط على دعوات قطر، إنما حتى على مساعي الكريمة للشيخ صباح
الذي حقيقة زار هذه العواصم أكثر من مرة وسعى جاهدا إلى لملمة الصف الخليجي، عدم تصدع مجلس التعاون الخليجي. نحن اليوم أمام تحديات وأمام مخاطر كبرى، إذا لا قدر الله انزلق مجلس التعاون إلى الهاوية وتفكك لا قدر الله، فإن مجهولا سوف ينتظر شعوب الخليج. ليس هناك ناجٍ بالمناسبة. نعم. الجميع سوف يخسر في هذه الأزمة إذا لم ننتبه، إذا لم يكن هناك صوتاً للعقل ينتصر إلى ضرورة حل سريع لهذه الأزمة. وكلما تأخرنا في إيجاد حل كلما كانت الفجوة أكبر، وكان العلاج يتطلب ربما مساعي أكبر. لذلك نحن الآن في الشهر السادس، الشهر السابع مقبلين عليه، 163 يوما من الحصار. أعتقد أننا بحاجة إلى صوت العقل. نتمنى من عقلاء هذه الدول، دول الحصار، أن ينتصروا ويرجعوا إلى رشدهم، وباب الحوار لا زال مفتوحا وسوف تظل أيادي قطر ممدودة للحوار. نعم بإذن الله. ومثل ما ذكر بعد سمو الأمير في خطابه السابق بأنه ليس هناك رابح من هذه الأزمة، ممكن اليوم بعد ذكر سمو الأمير أستاذ جابر أن قد استفدنا من هذه التجربة، إذ أخرجت أفضل ما في هذا الشعب من الكفاءات وروح تحدي. يعني مثل صحيح. هذه التجربة، مثل هذه الأزمة أخرجت لنا شخصيات زادت يعني من الالتفاف واللحمة الوطنية، الالتفاف واللحمة الوطنية، وخاصة في المجالات اللي ممكن إحنا كشعب ما كنا نتوقع أن نشوف حد فيها، ممكن رب ضارة النافعة. بالفعل قطر حولت هذه المحنة إلى منحة. نعم. استطاعت أن تدير هذه الأزمة بذكاء. تفجر الطاقات بالفعل، كانت هناك ربما، وهو صحيح الأزمات عادة تكتشف فيها معادن الرجال، تكتشف فيها الإبداعات، وهذا ما حصل مع هذه الأزمة وهذا الحصار الجائر. نعم هو في ظاهره ربما نراه أنه أمر مؤلم، أمر مؤسف أن يكون هكذا، لكن اكتشفنا في هذه الأزمة ربما كوادر وكفاءات ولحمة وطنية والتفافا وسرعة في إدارة الأزمة وإعادة هيكلة لمختلف قطاعات الدولة، وأيضا كيف سارع المواطن والمقيم في عدم السماح لأي طرف خارجي. نعم. بأن يخترق هذه الجبهة، وهذا أمر صراحة يحسب لقطر ويحسب لقيادتها، بدليل أن دول الحصار على سبيل المثال هي التي تحاصر قطر، لكن من الذي فرض عقوبات وإجراءات وسجن وقرارات على شعبه؟ قطر الدولة المحاصرة تركت الإعلام مفتوحا على تعاطف، حتى الإعلام دول الحصار متواجد في أماكن الإقامة، الفنادق، في الأماكن العامة، يمكنك أنت أن ترى صحف دول الحصار عبر مواقعها، بينما دول الحصار لأنها تعرف أن جبهتها الداخلية متخلخلة ومتفككة ولديها إرباك وارتباك، سعت إلى حجب الحقيقة، ليس فقط إعلام قطر، هي اليوم تحجب كل إعلام يقول الحقيقة، إن كان إعلاماً قطرياً أو إعلاماً محايداً أو إعلاماً ناطقاً بالحقيقة. تسعى إلى حجب صوت الحقيقة لأنها تعرف أن جبهتها الداخلية وليس لديها منطق. هي إلى اللحظة كما أشار سمو الأمير لم تقدم دليلاً واحداً على كل المزاعم والادعاءات التي تحدثت عنها. هي تحدثت في البداية عن الإرهاب، وحتى هذه اللحظة لم تقدم دليلا واحدا أن قطر لديها إشكالية مع الإرهاب. قطر سجلها ناصع البياض في كل المنظمات، وكل ولديها اتفاقيات مع دول العالم، لذلك هي ازدادت مصداقية مع وجود هذه الأزمة. كشفت حجم انفتاح قطر وشفافيتها وطرحها أمام الرأي العام الدولي وكل وسائل الإعلام، يمكنها أن تأتي إلى قطر وأن تسجل وأن ترى، بينما دول الحصار هي كما قرأنا قبل أيام عندما احتجزت إعلاميين وصحفيين فرنسيين وسويسريين في مطاراتها. نعم. بينما هذا الأمر ولله الحمد قطر منفتحة، ليس لديها أمر تخفيه، هي تتحدث أن إن كانت لديكم إشكالية
اعرضوها على طاولة الحوار وطاولة التفاوض ولنوجد لها تسويات حقيقية. ليست هناك مسكنات. نحن نتمنى أن هذه الأزمة تصل في نهاية الأمر وتسفر عن إيجاد معالجات حقيقية لأي اختلافات موجودة بين دول مجلس التعاون. نريد لهذا البناء إذا ما عاد أن يعود برؤية جديدة على أسس صحيحة بعيدا عن المجاملات. اليوم الشعوب الخليجية للأسف الشديد أن هذا العبث الذي نحن فيه وأدخلتنا دول الحصار فيه يوقف التنمية في مسيرة مجلس التعاون. كم صرفنا اليوم وكم خسرنا من هذه الأزمة؟ كان يمكن للشعوب الخليجية أن تستفيد من هذه المبالغ المليارية وليس فقط المليونية التي استنزفت على طعن بعضنا لبعض. كم صرفت دول الحصار من أجل شيطنة والتحريض على قطر في الغرب وفي أمريكا وفي وسائل الإعلام الغربية؟ كان يمكن لهذه الأموال المهدرة أن يتم تنمية هذه الشعوب الخليجية. أليست شعوبنا الخليجية أولى من هذا العبث ومن هذا الإسفاف ومن هذا الإنفاق الذي يطعن بعضنا بعضا حتى نشوه الشقيق شقيقه؟ نتمنى حقيقة أن ننتصر إلى صوت العقل، أن يقف هذا العبث. والشعوب الخليجية أولى بكل درهم وبكل ريال من أن يصرف على وسائل إعلام خارجية لشيطنة شقيق هو داعم وهو عضيد لك في مسيرتك الخليجية. لا أعتقد أن المرحلة أستاذ جابر تستدعي أي نوع من أنواع الشيطنة. نحن بحاجة أن نتكاتف تكاتف فعلي. فلو جئنا لمسألة كيف تنظر المنظومة العالمية الآن لمنطقة مليئة بالثروات النفطية، مليئة بالقدرات الجيوبوليتكس، تلعب دور كبير في المنطقة هذه. لكن خلنا نتكلم على مسألة، دائما نحن جبنا طاري الثروات الطبيعية، النفط في قطر وحالة قطر وأنها تمثل كدولة نفطية وغنية بالثروات، وهذه هي قطر. ولكن في واقع الأمر لو جينا بالأرقام نجد أن انخفاض سعر النفط اللي أثر على كل دول الخليج بغض النظر عن سببه إن كان سياسيا أو غيره، هذا الانخفاض بما أن قطر معدل النمو فيها جدا مرتفع وهذا ما لاحظناه، لاحظ في المقابل ارتفاع ب 5.6% في مصادر دخل أخرى بعد الحصار. يعني الغريب في الأمر أنه مفروض النظرة العامة في حصار اعتمد على المضمون، والمضمون عندك النفط. الغريب أن بعد الحصار النفط الاعتماد عليه قل ب 1 رقم، وأيضا المصادر الأخرى ارتفعت ب 5.6%. وش اللي قاعد يصير بالأرقام أستاذ جابر؟ هذه بركة من رب السماء. الحمد لله. حقيقة أنت حتى أشهر الحصار بالمناسبة الميزان التجاري حدث فيه فائض. أنت من يوم من شهر يونيو وتاليا تجد أن هناك فوائض مالية حدثت في هذه الأشهر التي نحن في أشهر حصار. لكن إدارة الأزمة والإخلاص في يعني المعالجات التي أقدمت عليها قطر ليس فقط في هذه الأزمة، إنما كما أشار سمو الأمير في 2015 عندما حدث الانخفاض، وفي 2016 عندما حدث أيضا انخفاض، قطر لم تنتظر برميل النفط سعرته في موازنتها ب 45 ولم تسعى إلى أن يكون كما هو الأسعار الأخرى 70 و80 التي أقدمت عليه دول أخرى، وتعرضت لنكبات وتعرضت لانتكاسات وتعرضت لعجز في موازناتها. نعم حدث عندنا ربما عجز في الموازنة في هذه في 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 هذا العام، لكن حجم الترشيد الذي أقدمت عليه قطر وبين قوسين الرشاقة التي استطاعت أن تتعامل مع الوزارات مع المؤسسات تخفيض الإنفاق دون أن يؤثر ذلك على المشاريع التنموية. لم نشهد على سبيل المثال مشروعا تنمويا في البنية التحتية، مشاريع كأس العالم، المشاريع المرتبطة في كل مناحي التعليم الصحة، لم يحدث بها تأخيرا أو تراجعا أو توقفا ولله الحمد. استطاعت أن تمول كل هذه المشاريع، وحتى بشهادة صندوق النقد أن قطر الدولة المحاصرة هي الأعلى نموا. الحمد لله. حتى في هذه الأيام هذه الدولة التي تحاصر قطر حجم التوقع بالعجز الذي سوف تصل إليه النمو لا يكاد يصل إلى 0.5%، بينما قطر وبشهادة صندوق النقد أن في 2017 سوف يكون 2.5 وفي 2018 سوف يتجاوز 3%، وهو رقم بالمناسبة قليل من الدول تصل إليه.
وبالتالي هناك إدارة لهذه الأزمة وإدارة لكل مكونات المجتمع، كيف يمكن أن تسخر ذلك. إضافة إلى ذلك أن قطر ولله الحمد تعرف كيف تستثمر، إن كان ذلك على صعيد الإنسان، على صعيد البنيان، على صعيد المرافق التي لديها، استثمرت في جوانب التعليمية. يعني التعليم والصحة كان يحظى بالأولوية وبالرقم والنسبة الأعلى في كل موازنات قطر. رأينا أن في الموازنة الأخيرة التعليم والصحة كان نصيبه ما يقارب من 25% من الموازنة، وهو رقم يعني عالي جدا، بينما دول أخرى لا يتجاوز 2-3%. أستاذي في 2016، وأنا آسف على المقاطعة، كانت رقم النسبة المئوية اللي تأخذ من الموازنة للتعليم في قطر هي الأعلى عالميا نسبة وتناسب مع الموازنة، حتى أعلى من أمريكا اللي كانت تسبق قطر. وليس ضرب المثال هنا بمجال المقارنة، ولكن ضرب المثال يستدعي أن نعرف قطر كيف حريصة على التعليم، حريصة على الطب، ولا شرايك سعود؟ نعم، وحريصة على 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 المواطن. يعني رغم ما حدث من تراجع على سبيل المثال في أسعار النفط، في كل التداعيات، لكن لم يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطن. وكان سمو الأمير حريص، حتى عندما التقى مع الحكومة أكد على الوزراء أن كل هذا الترشيد يجب ألا يمس الحاجات الأساسية للمواطن. ولم ينعكس ذلك، ربما شاهدنا سواء كان في 2016 2017، لم ينعكس ذلك على أي خدمة تقدم للمواطن، تم تقديمها بصورة أقل أو دون ما كانت قبل الحصار أو في على 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 أيام الرخاء إن صح التعبير. طيب الله وجهك، الله يعطيك العافية، شكرا أستاذ جابر على هذا الكلام الطيب، ونأمل أن نلتقي معك غدا إن شاء الله، غدا وفي قادم الأيام إن شاء الله. كل الشكر لك الكاتب الصحفي جابر الحرمي، يعطيك العافية وبيض الله وجهك. شكرا لك ونعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده فقرات برامجنا، خلكم معنا، برنامجنا خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في إطار الفعاليات الخاصة باليوم الوطني لهذا العام، يستعد مسرح درب الساعي لتقديم مواهب صغيرة من طلبة المدارس الذين سيقدمون 14 عرضا مسرحيا. هذا وما أعلنت عنه اللجنة المنظمة لفعاليات عيالنا على المسرح خلال مؤتمر صحفي عقد في مسرح قطر الوطني، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. مجدداً يعود المسرح المدرسي متألقاً واعداً ليضيف إلى فعاليات اليوم الوطني، وذلك من خلال فعالية عيالنا على المسرح، إذ أعلنت اللجنة المنظمة لهذه الفعالية عن تقديم 14 عرضاً مسرحياً لطلاب 6 مدارس، وذلك بالتعاون مع اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة، وستقدم العروض على خشبة ساحة العرض المسرحي في درب الساعي. هدفنا الأساسي خلق قاعدة تشكل عودة للمسرح المدرسي من خلال هذه الفعالية عيالنا على المسرح، إضافة طبعا إلى أن البداية كانت تجربة النسخة الأولى العام الماضي والسنة، لكن هناك نية إن شاء الله في المستقبل، يعني قد يكون من السنة الجاية أو اللي بعدها الله أعلم، ولكن في نية لتوسعة دائرة المشاركة من خلال المدارس الإعدادية والثانوية، خصوصا الأولاد بإذن الله. يعني احنا نريد أيضا من المسرح أن يأخذ دوره الحقيقي في تغيير وتطوير المجتمع، والبداية الحقيقية مع الأطفال. إذا كنا يعني احنا لابد أن نقدم للطفل المسرح كما ينبغي، المسرح كما يجب أن يكون، من خلال تقديم مسرحية لها قيمة سواء تعليمية، تربوية، سلوكية، فلسفية، حياتية، تؤثر فيه شخصيا ومن ثم تؤثر أيضا في المتلقي. وهذا الهدف منه الأساسي، عودة ليكون المسرح في دوره الحقيقي كمنبر يوصل رسالة، فهذا طبعا أمانة و
وأعتقد لله الحمد أن حافظنا عليها وإن شاء الله نستمر في الحفاظ عليها. وتأتي هذه الفعالية تأكيداً على رؤية وزارة الثقافة والرياضة في بناء حركة مسرحية واعدة تنشأ من خلال تعزيز المسرح المدرسي ليكون المسرح خير معبر عن اعتزاز الطفل القطري بانتمائه. الحديث أكثر عن الفعاليات المسرحية التي تنظمها لجنة احتفالات اليوم الوطني بالتعاون مع مركز شؤون المسرح. معنا في الاستديو المخرج جاسم الأنصاري المشرف العام على الفعالية. مرحبا ومسهلا بك معنا. أهلا وسهلا فيكم وبالمشاهدين الكرام. الله يحييك أخوي أحمد، شرفتنا ونورتنا. في البداية نبغى نتكلم عن هذه الفعاليات والهدف منها. طبعا الفعالية هذه احنا ابتدأناها من شهر 7 التحضير لها مع اللجنة المنظمة للاحتفالات باليوم الوطني ومركز شؤون المسرح. دعينا فيها الكتاب في البداية للمشاركة في هذه الفعالية. تلقينا تقريبا 20 نص مسرحي وتم قراءتها وفرزها، وأخذنا منها 6 نصوص مسرحية تناسب الفعالية. وفي المرحلة الثانية خاطبنا المدارس في دولة قطر للمشاركة في هذه الفعالية، وصراحة الإقبال كان كبير هذه السنة من المدارس، يعني تلمسنا فيهم الحرص على المشاركة، وما بين تقريبا 20 مدرسة بنين وبنات وصلت 6 مدارس للمرحلة الثانية اللي هي المرحلة القبل النهائية. نعم. اللي راح يتولونها طبعا مخرجين محليين أكفاء ولهم من الخبرة والدراية في مسرح الطفل. منهم؟ كثير من المخرجين. السنة إن شاء الله معنا طبعا المخرج فالح فايز، وهو نعم. من الأسماء المعروفة. معروف. الأستاذ سعد برشيد أيضا يخرج أحد الأعمال، فنان فهد الباكر مخرج، فيصل الرشيد مخرج أيضا، وأنا راح أخرج عرض من العروض إن شاء الله. والله جعل ربي يوفقكم، وتأكد أن عروض مثل هذه دام أنه في مزيج بين الناس اللي حن من زمان ودنا نشوفهم يعملون، وبين جهود خلينا نقول طفل شاب يبغى يطلع على المسرح ويبدع، فأنا متأكد أن المزيج هذا بيكون ينتج منه نتاج رائع. 6 عروض تتنافس في مسرحية، وست عروض مسرحية ستتنافس. هذه 6 عروض كلهم استلم نص، كل منهم استلم نص. نعم. كلمنا عن 6 عروض هذه، إيش نبدأ عنها بسيطة؟ طبعا النصوص متنوعة ومختلفة تناسب الأعمار السنية اللي احنا راح نتعامل معاها، اللي هي ما بين 9 إلى 12 سنة. كل المواضيع مختلفة، كل نص موضوعه مختلف، لكنها تحمل قيم إنسانية وقيم أخلاقية نحاول أن احنا نزرعها في الطفل من خلال مسرح الطفل. يعني مثلا على سبيل المثال قيمة الانتماء إلى الوطن والولاء له، احترام الآخر، احترام الإنسان، حسن الجوار والتعامل مع الجار. يعني هذه المواضيع أو الأفكار اللي احنا نتناولها من خلال النصوص. لطالما كانت المسارح أبو علي وابو احمد مكان ومحطه هامه للمجتمع انه يستقي مثل هذه القيم، فبيض الله وجيهم. الله يعطيهم العافيه. انا بس بدي اتكلم من بين 6 مسرحيات في مسرحيه مخرجها ابو احمد، اتكلم اكثر عن هذه المسرحيه اللي هي من بينهم. ايه، هي طويله والبقرات للمؤلف عبد الله فخرو، وهي عبد الله فخرو. عبد الله فخرو اللي متخرج من جامعه قطر. نعم اعتقد هو. يعني انا زميل دراسه رائع جدا. انا تعرفت عليه من خلال نصه المسرحي، وصراحه لحد الان انا ما قابلته، مع اني انا احد اعضاء لجنه القراءه، لكن قرات نصه المسرحي. قابلته على الورق. قابلته على الورق، لحين ما قابلته على الواقع، لكن ان شاء الله بتكون لنا مقابله قريبه. عبد الله كاتب نص جميل اسمه طويلة والوقرات، ونصه يتكلم عن الهوية والانسجام، انسجام الفرد مع المجتمع اللي هو عايش فيه. نعم. فكرة النص جميلة، تتكلم عن زرافة
مش قادرة تنسجم مع عالمها المحيط فيها، فتنتقل إلى عالم البقرات، لكنها في عالم البقرات لا تحظى بالاحترام الكافي، فتعود مرة أخرى إلى موطنها الأصلي عشان تعيش مع الزرافات وفي بيئتها الطبيعية. بس بأحمد الحين بنخربط. الله يعطيكم العافية. سم تفضل. لا بأحمد مخرجنا. تفضل. الله يعطيك العافية. ممكن هذه المسرحية من تقديم مدرسة البيان. نعم، هي مدرسة البيان الثانية. البيان الثانية للبنات. خلينا نتكلم عن التعاون، شلون شفت التعاون بينك وبين خاصة الطلاب، وخاصة ان الشغل المسرحي على طول معاهم وتعرفهم بالناس بالأدوار وذي الأمور. أنا صراحة محظوظ مع هذه المدرسة، والمدرسة أيضا محظوظة فيني، لأن احنا اثنين نحب العمل في مجال مسرح. نعم. الطفل. أنا لقيت منهم اهتمام كبير، التزام كبير، وحرص على حضور البروفات. يعني الحمد لله من أول ما بديت الحين أنا صار لي شهر، لأن الحين يعني ما صارت عندي أي حالة غياب أو اعتذار عن البروفة. لا، ملتزمين التزام، حتى أكبر الفنانين ما يلتزمونه في مجال المسرح. المسرحية طبعا هي من تأليف عبد الله فخرو مثل ما نوه. نعم. وهي من ألحان الملحن الفنان محمد صليطي، وكلمات الأستاذ تيسير عبد الله، والديكور لأول مرة أيضا يشاركنا هذه السنة فنان تشكيلي، وفي اشترك معنا في إحدى ورش تصنيع العرايس، وإحنا لمسنا فيه الموهبة الفنية، فأوكلنا إليه بأن يصنع ديكور إحدى هذه المسرحيات. جميل. وهي مسرحية طويلة والبقرات. جميل. عجل المسرحية هذه خلنا نقول اللي نحظى الآن بشرف استضافة مخرجها، اللي تحدث عن جمال الديكور والصوت والكلمات المنتقاة، وأيضا جمال المدرسة اللي بتمثل هذا التقديم المسرحي، وبتنافس إن شاء الله. إن شاء الله. أبو أحمد تكلمت أنا قبل شوي على مسألة المزاوجة هذه اللي بين محترف في الإخراج وشخص صار له وقت مع المسرح المدرسي. دائما كنا نقول أن المسرح المدرسي ولاد فعلا، أي شخص يطلع المسرح وبقوة، لو سألنا عمالقة المسرح يطلع له علاقة وطيدة جدا. نعم. مع المسرح. نعم. المدرسي بداياته تكون في المسرح المدرسي. فمثل هذه المزاوجة، هل فعلا راح تنتج لنا مواهب؟ إلى أي حد ممكن تسهم في إثراء المسرح ككل، مش المسرح المدرسي فقط؟ أكيد إحنا كمحترفين وصار لنا يعني زمن طويل في العمل في المجال المسرحي، يعني عندنا الدراية والعين الثاقبة في التقاط المواهب وسقلها وتقديمها للمشاهد. أيضا المسرح المدرسي يحتاج إلى خبرات المخرجين المحترفين علشان يطلعونا من مجال التلقين والخطابة إلى مجال المعايشة التامة وتأدية الأدوار المسرحية بإتقان أكثر. يعني أنت راح الفعالية لما راح تحضرها، راح احنا عشناها السنة اللي فاتت وشفنا يعني مدى تمكن الطلبة من أداء الأدوار المسرحية على خشبة المسرح. إن شاء الله العروض بتكون في درب الساعي. إن شاء الله العروض راح تكون في درب الساعي السنة، وهذه من جديدنا السنة إن العروض راح تكون على المسرح المكشوف في درب الساعي، وراح تبدأ العروض مع بدايات فعاليات درب الساعي، وعندنا مفاجآت جميلة يعني بإذن الله. إن شاء الله وأنت بعد إن شاء الله مو مقصرين، بتفاجئونا وأنا متأكد، خاصة أنكم تأقلمتوا على طول من أول أيام مع الطلاب ومع القصة مع التلحين، ف واضح من كلامك بأن في مفاجآت إن شاء الله. بإذن الله. ممكن مثل ما ذكرت أن العروض بتكون في درب الساعي على المسرح المكشوف، ولكن خلينا نتكلم شوي عن شلون تعلنون عن هذه العروض، شلون تستقطبون الجمهور خاصة الطلاب نفسهم. احنا طبعا نعمل من خلال مراحل زمنية معينة، يعني المرحلة الأولى تحضير النصوص، ثم التصفيات اللي دخلنا فيها وصفينا المدارس
وبعدين أوكلنا العمل للمخرجين بأنهم يعملون مع المدارس وقطعوا شوط كبير الحين يعني تقريبا الحين صار لهم شهر هم يعملون، وأيضا الملحنين عملوا في مجالهم وكتاب الكلمة عملوا في مجالهم والمصممين أيضا عملوا في مجالهم. طبعا الجدول الرسمي للحين ما أعلننا عنه لكن بيجي وقته إن شاء الله، لكن لأن تدري إحنا فعالية ضمن فعاليات كثيرة راح تعرض على المسرح المكشوف، لكن فعاليتنا من المؤكد أنها راح تبدي مع فعاليات درب الساعي وبواقع 14 عرض مسرحي. السنة زدنا يعني إحنا عدد العروض، نعم، 6 مسرحيات، لكن كل مسرحية راح تعرض عرضين في اليوم، في اليوم الواحد راح تعرض عرضين، يعني عرض ثم استراحة لمدة نص، نعم، ساعة ثم العرض اللي يلي. والعروض اللي راح تفوز تتأهل، هم كلهم متأهلين طبعا، نعم، لأن هم راح يتنافسون على المراكز 3 الأولى، ثم العرضين اللي راح يفوزون بأفضل عرض، هم عرضين اللي يفوزون؟ اي عرض البنين وعرض البنات، عرض البنين وعرض البنات، افضل عرض بنين وافضل عرض بنات راح يعرضون مره اخرى في ختام فعاليات درب الساعه. فعاليات درب الساعه. ابو احمد خلينا نتكلم عن اليه اختيار المسرحيه الفائزه، هل هناك تصويت ولا لجنه تحكيم ولا؟ لا احنا عندنا لجنه تحكيم، نعم، من كبار الفنانين والنقاد لهذه السنه، ولجنه التحكيم مكونه من الفنان القدير والكبير الفنان القطري علي حسن، والأستاذ والفنان الكبير أيضا محمد أبو جسوم، وفي مجال النقد والكتابة المسرحية معنا الأستاذ سعود علي الشمري وهو كاتب مسرحي، نعم، معروف ومدير أو رئيس القسم الفني في جريدة الراية، هم راح يكونون أعضاء لجنة التحكيم، لهم معاييرهم معينة يعني راح تكون عندهم، لكن المعيار الأساسي اللي راح يعني يحكمون فيه هو مدى قوة الأثر اللي راح يتركها العمل الفني على المشاهد. جميل، وأنا يعني متشوق لهذا الأثر الذي سيترك، لأني متأكد عمل يشرف عليها مثالكم إن شاء الله أنه مو برايح خسارة وسينتج نتاج طيب عن هذا العمل. أبو أحمد أنا برجعك الكلمة أنت قلتها، وحن نستغل، حن المذيعين نستغل كلمة، تفضل استغل. فأنت قلت أن في مفاجآت، نعم، النسخة الأولى انطلقت وكانت بظروف وطبيعة معينة، الآن النسخة الثانية عرفنا أنها بتكون في المسرح المكشوف، نعم، وهذه النسخة الثانية على التوالي من، نعم، من فعالية عيالنا على المسرح، هذه النسخة وش اللي فيها مميز ونبغي نعطي المشاهدين مفاجآت حصرية من قناتنا وأنت كريم وحن نستاهل. أول شيء طبعاً إحنا قلنا عن المسرح المكشوف، المسرح المكشوف يعني خروج المسرحية من نطاق مسرح المغلق إلى المسرح المكشوف يعني وصولها إلى الناس، هذه إحدى المفاجآت. عدد العروض زاد، في السابق كانت 6 عروض، السنة راح تكون 14 عرض مسرحي، فهي فرصة للأطفال أيضاً أنهم يستمتعون بزيادة عدد العروض. راح نقدم كتاب لأول مرة السنة، يعني عندنا احنا هذه السنة شارك معنا كتاب لأول مرة واكتشافات جديدة لنا، الأستاذ عبد الله فخرو والأستاذ شيخ زيارة، أيضا الكاتب القدير طالب الدوس يتقدم بنص من فكرة الفنان غانم السليطي، جميل، والكتابة له، وهذه لأول مرة يشارك معنا. مخرجين السنة يدخلون معنا لأول مرة، منهم الأستاذ فهد الباكر والأستاذ سعد برشيد، السنة قاعد يشاركون معنا لأول مرة. النصوص اللي راح نقدمها ذات طبيعة مختلفة السنة لأنها متنوعة، يعني في نصوص واقعية وفي نصوص خيال وفي نصوص يعني أدبية جميلة يعني، نعم، راح تتقدم. الله يعطيك العافية أبو أحمد المخرج جاسم الأنصاري المشرف العام على الفعالية، بيض الله وجهك، والله يعطيك العافية واتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله. شكرا جزيلا، الله يوفقكم إن شاء الله يا أبو أحمد، وهي دعوة لكم أنكم تحضرون، ما في شك، بإذن الله والحاضرين، اعتمدنا حاضرين، الله يجزاك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها نتابع باقي فقرات برنامجكم ترحيب.
تحت شعار المرأة والسكري حقنا في مستقبل صحي، احتفلت قطر باليوم العالمي للسكري من خلال العديد من الفعاليات الخاصة بالتوعية بهذا العرض. مشاهدينا الكرام، للمزيد عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري. حياك الله وشرفتنا استوديو وترحيب. يا مرحبا بك يا أبو محمد. بالبداية نبغى نتكلم على مسألة طبيعة الأنشطة والفعاليات لهذه الجمعية اللي تنظم مثل هذه الفعاليات. قبل ما أروح على هذه الأنشطة، حقيقة يعني لازم يعني أنا أشوف إنه لازم نذكر الاحتفال باليوم العالمي للسكري. نعم. من بدأ يعني اللي يستحق الذكر إنه قطر كانت من الدول اللي قدمت مشروع مقترح للأمم المتحدة باحتفال باليوم العالمي للسكري. يعني قبل هذا ما كان في يوم احتفال باليوم العالمي للسكري. قطر بتضمن 40 دولة قدمت في 2006 مقترح باعتراف باليوم العالمي للسكري. جميل. وفعلا صار يعني اعتراف عالمي بهذا اليوم، واختاروا 14 نوفمبر. حقيقة ليش 14 نوفمبر؟ طبعا هو كان ميلاد مكتشف الانسولين اللي هو فريدريك بانتينغ، ف يعني اعترافا بهذا اليوم. طبعا عادة يعني ليس قطر تحتفل او الجمعية القطرية للسكر، وانما هناك حوالي 250 جمعية تحتفل اليوم العالمي للسكري. والعادة دائما الاتحاد الدولي السوري يختار يعني ثيم معين، موضوع معين. يعني في السنة الماضية كان في عن السكري والسمنة، السكري والأغذية الصحية. هذه السنة السكري وصحة المرأة. طبعا ما في شك انه من المرأة نص المجتمع. اذا نحن يعني نريد ان يعني يكون هناك عندنا اولاد متمتعين بالصحة، وهذا لابد ايضا نهتم بالمرأة بصحة المرأة. الأنشطة عندنا في الجمعية متنوعة. يعني اول ان شاء الله نشاط يعني باذن الله سنقوم به ان شاء الله، بيكون يوم الجمعه عباره عن مسير في حديقه الاكسجين في مؤسسه قطر. سيشارك من المدارس، من بعض الموظفين الاجهزه الحكوميه، من بعض الشركات الخاصه. طبعا هو الهدف هو لفت الناس لهذا اليوم. لما طلع القرار من الامم المتحده كان الهدف انه تشجيع ومناشدة الدول اللي منضمة للأمم المتحدة بأن يكون هناك برامج تتعلق بالوقاية من السكري، برنامج لعلاج السكري وهكذا. فهذا هو كان الأساس في منشور القرار. طبعا من ضمن الأنشطة الحين إن شاء الله بنقوم بها يعني الجمعية وبعض المؤسسات ذات الصلة، أيضا سنقوم بندوة بجمع مثلا اطباء المستشفيات، اطباء الاسعاف، اطباء المجندين في الشرطه، اطباء المجندين في الجيش، وايضا في المستشفيات الخاصه، بتوعيتهم عن السكري، باخر المستجدات عن علاج السكري وهكذا. وطبعا بيكون طول السنه هناك زيارات المدارس، بتكون هناك ايضا لانه هو دور هو التركيز على المراه، بيكون ايضا هناك جلسة توعية لمجلس الأعمال للنساء إن شاء الله، بيكون ممكن حتى من دكتور. نعم. ممكن حتى من الشعار، خلينا نتكلم شوي، نرجع شوي للشعار. نعم. نتكلم عن الدلالات اللي في الشعار، اللي يحملها الشعار المرأة والسكري حقنا. نعم. في مستقبل صحي. نعم. طبعا هو الاتحاد الدولي لما اختار هذا، حقيقة في دول العالم يعني لا زالت المرأة ليس لها يعني لم يعطى لها الحق في قضية أنها يكون لها رعاية صحية، الاهتمام بوليدها بعد الولادة. ولكن يعني مقارنة بهذه الدول، مقارنة أيضا بدول قطر، لله الحمد والمنة أن بقائدتنا الرشيدة كل شيء يعني متوفر لنا بالنسبة لدول قطر. نعم. فكان هذا هو الهدف، أنه لابد من اهتمام بصحة المرأة. هناك حقيقة أخوي سعود الآن 199 مليون امرأة مصابة بالسكري. 199 مليون مرة مصابة. حتى الاتحاد الدولي للسكري يتوقع في خلال 20 سنة القادمة أن يصل هذا العدد إلى 313 مليون امرأة مصابة بالسكري. أعتقد أن رقم مثل هذا دكتور كبير جدا لدرجة أن الواحد فعلا يبغى يقول للمرأة انتبهي. نعم. لأن في النهاية. نعم. هي ليست نص المجتمع فقط، بل هي من تربي الأطفال. صحيح. وهي من تعتني بهم، هي من تخلق نمط صحي في المنزل. صحيح. فإن كانت هي ذات أو تعيش بنمط صحي، فبالتالي البيت كله إن شاء الله راح يكون يعيش بنمط صحي. نعم. العديد من المؤسسات مثل ما تفضلت الصحية في قطر تحتفل بهذا اليوم.
إيش أهمية المناسبة الصحية ودورها في تذكير ولفت الانتباه لهذا المرض؟ يعني أنت تتكلم عن 200 مليون رقم كبير. نعم. ليش لازم جميع المؤسسات تتضافر فيها الجهود وتنبه على أهمية الانتباه لهذا المرض؟ طبعا إحنا هو الأول ليش؟ لأنه هذا المرض المزمن حقيقة حتى هو مكلف للدولة. عندما يكون إحنا دائما نسعى أن يكون عندنا مجتمع معافى صحيا، لكن عندما يكون هناك من يعني من يعانون من داء السكري، بالتالي قد نخسر يعني ساعات العمل. يعني هذه التكلفة غير مباشرة. بالإضافة إلى أنه يعني لو تشوف الميزانيات الدول الآن، هناك تقريبا حوالي 850 مليار يصرف لداء السكري، 850 مليون عالميا. عندنا في قطر حوالي 20% من ميزانية وزارة الصحة تروح لعلاج السكري. فالاهتمام بهذا وخاصة الاهتمام بالوقاية، نحن الآن ركز على الوقاية، إنه الوقاية طالما أنك أنت يعني بتحاول أن تنشئ برامج للوقاية، وبالتالي أنت يعني بتوفر من ناحية مادية، من ناحية ساعة عمل للدولة، فبالتالي لابد من، وخاصة الآن بدأوا الناس يتوعون عن السكري. أول ما كانوا يدرون عن السكري حقيقة يعني، لكن الآن يعني بعد حتى بعد الآن اعتماد الاستراتيجية للاستراتيجية الوطنية للسكري، بدأ فعلا أنه هناك على كل القطاعات حقيقة، سواء كانت العامة أو الخاصة، أنه لابد يا أخي الاهتمام بهذا المرض. هذا المرض مكلف، هذا المرض فعلا يعني وخاصة أنه إنه 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 المرض، طبيعة هذا المرض بيأثر على أجزاء حوية في جسم المال، بيأثر على النظر، بيأثر على القلب، بيأثر على الكلى، بيأثر على الأطراف. يعني هناك تقريبا كل حوالي 8 دقائق هناك تقطع يعني من الأطراف في العالم بسبب هذا المرض، بسبب معرفة هذا المرض. فمن الضروري أن نهتم بهذا المرض، من الضروري أن 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 تتكثف كل الجهود في محاربة والبقاية من هذا المرض بإذن الله إن شاء الله. دكتور، خلينا نتكلم شوي عن إطلاقكم لمخيم الوقاية من السكري إن شاء الله، اللي بيكون في شهر أبريل. نعم. خلينا نتكلم شوي عن التفاصيل، شو اللي إن شاء الله بتقدمونه في هذا المخيم؟ طبعاً أخوي سعود، الآن قاعدين نحن الآن نتوجه نحو الناس اللي هم الأطفال أو حتى المراهقين اللي هم عرضة لإصابة السكري. فقمنا نحن طبعاً بمسح للمدارس، وتم اختيار الطلاب اللي عندهم يعانون من السمنة، من السمنة الزايدة أو من زيادة في الوزن. هذا من خلال زيارات لكم أنتم للمدارس. نعم. طبعاً بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي قدرنا أن نحدد الطلاب المصابين، وليس بالطول حتى الطالبات. فالتفكير الآن أنه يعني رجعنا لموضوع الوقاية، أنه نحن نجيب هؤلاء الشباب ونقعد لفترة أسبوع، خلال هالأسبوع تعطى لهم ورش عمل، بعض المهارات ضروري أنه الشخص المصاب بالسمنة حتى يتجنب السكري، بس على سبيل المثال اختيار الأكل الصحي وهو مهم جدا، ممارسة الرياضة أيضا مهمة جدا. حتى من ضمن هناك بعض الورش العملية، أنه نحن نأخذ الشباب ويدوم المراكز الصحية، أقصد لمراكز بيع المواد الغذائية. نعم. وندربهم كيفية اختيار الأكل الصحي، كيفية قراءة الملصق اللي لاحظت بعض المواد الغذائية فيها الملصق. نعم. فيها ما يسمى بالحقائق الغذائية الموجودة في هذا، يعني نسبة الكربوهيدرات، نسبة الدهون وهكذا. فنعلم الشاب أنه قبل ما تشتري تحاول تقرأ حقائق المتعلقة بهذه المواد الغذائية، وبناء عليه تختار الغذاء الصحي. يعني بإذن الله أن هناك تغيير خاصة في المخيم، بما أنه في موسمه الثالثة ونسخته أكثر من الثالثة، هناك تغيير ومفاجآت. ما في شك، طبعاً هو بس نحن يعني حقيقة نستضيف لمدة أسبوع، هناك أيضاً متابعة. جميل. وحتى نحن حقيقة يعني من ضمن هذا على أساس نستميهم، نعطيهم اشتراك مجاني عندنا في الجمعية في الصالة الرياضية الموجودة في الجمعية. جميل. على أساس أنهم يعني يواظبون عليها ويواظبون على اساس انه تخفيف الوزن. نروح يا سعود احنا نشترك في الجيم ان شاء الله. ابو محمد، مساله الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه مرض السكري حملت شعار معا للوقايه من السكري. اعتقد انه جمعيتكم لها دور مهم في هذه الاستراتيجيه. ايش هو الدور هذا؟ طبعا هو الجمعيه القطريه بمؤسسه قطر، دورنا هو دور توعوي. يعني نحن طبعا سنشارك في قضيه المسح، سيكون هناك ان شاء الله في 2018 يكون مسح شامل لكل المقيمين في دولة قطر، على أساس أنهم يقدرون يحددون الناس المصابين بالسكري. طبعا الجمعية زي ما يعني قضية الوقاية وقضية التوعية مهم جدا. يعني أنا أتذكر كانت الجمعية الناس اللي كانوا من قبل كانوا يجون حوالي 20 في اليوم، الآن أكثر من 150 شخص يجينا الجمعية يبي يعرف عن
السكري، ما هي أعراض السكري، كيف أتعرف على السكري، كيف أتجنب السكري أيضا. فهذا هو الدور، الدور التوعي مهم جدا. وطبعا الأدوار مو بس أدوارنا، يعني تكون تكاثب بيننا وبين حتى القطاع الحكومي، بيننا وبين وزارة الصحة، بيننا وبين الرعاية الأولية، بيننا وبين مستشفى حمد وهكذا. وأيضا القطاع الخاص، إحنا أيضا لا ننسى القطاع الخاص، هناك مستشفيات خاصة أيضا لابد أيضا بالتعاون معهم في قضية أن نوصل الرسالة المهمة جدا فيما يتعلق بإداء السكر. الله يوفقكم إن شاء الله. دكتور عبد الله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، بيض الله وجهكم والله يكتب أجركم إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا يا أبو محمد. حياك الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من تراحيب، على أمل اللقاء بكم بإذن الله غدا وبعد غد، ونستمر إن شاء الله في التواصل معكم من تراحيب. شكرا لكم، في أمان الله. في أمان الله.